نشرة مسائية مفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. الأزمة ضاغطة والمشاورات سياسية والاستشارات النيابية مؤجلة إلى ما بعد التوافق على شكل الحكومة الإنقاذية، وما إذا ستكون سياسية أم تكنوسياسية. والرئيس الحريري على قناعة بحكومة اختصاصيين حتى من دون أن تكون برئاسته. المشاورات السياسية كانت بعد ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال. الرئيس بري من جهته أعلن أنه مصر كل الإصرار على تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة لأنه لمصلحة لبنان. أضاف: أنا مع مصلحة لبنان. على الأرض الحراك امتد إلى الجامعات والمؤسسات والجيش والقوى الأمنية في الشوارع منعا لقطعها. اقتصاديا وماليا هناك تحذير أطلقه حاكم مصر في لبنان الذي يستعجل ولادة الحكومة الإنقاذية. قضائيا المدعي العام يتحرك استجوابا لشخصيات بينها الرئيس فؤاد السنيورة. البداية من القصر الجمهوري ولقاء الرئيسين عون والحريري. فيما يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الاتصالات في شأن الملف الحكومي تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة. أتى لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد طلب الرئيس عون لهذا اللقاء للتشاور. وبحسب المعلومات فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية، وكانت جولة أفق حول المقاربات المختلفة إن كان لشكل الحكومة أو غيرها من التفاصيل. وتم الاتفاق على الاستمرار بالتشاور، خصوصا أن مرحلة التشاور من المرجح أن تأخذ وقتا بسبب الأجواء السياسية الضاغطة، وأن موضوع تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة أمر يعود لرئيس الجمهورية. وأشارت المصادر إلى توافق في نقاط عديدة ونقاط أخرى مدار أخذ ورد. في المعلومات أنه تم التطرق في خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي والمالي، وهو موضع اهتمام كبير من قبل الرئيس عون والرئيس الحريري، وأخذ حيزا من النقاش. بعد اللقاء اكتفى الرئيس الحريري بالقول إنه يتابع المشاورات من دون أن يجيب على أي سؤال. يعني أنا جيت أحكي مع فخامة الرئيس ونتشاور، وحنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين. ما بدي أحكي كتير، ولكن هذا الشيء الوحيد اللي حقول. وكانت مصادر متابعة قد أكدت لتلفزيون لبنان أن الرئيس عون يولي أهمية لتأمين توافق يؤدي إلى تسهيل تأليف الحكومة، خصوصا أنه معني بهذا الأمر تفاديا لتكرار تجربة تصريف الأعمال لمدة 9 أشهر. وعلم من المصادر نفسها أن أي تطور على صعيد الاتصالات الحكومية لم يسجل، وإذا لفتت إلى أن بعض القتل النيابية لا تزال عند رأيها في عدم الموافقة على حكومة التكنوقراط، مطالبين بتطعيمها بشخصيات سياسية. ووصلت تفضيل رئيس الحكومة خيار حكومة التكنوقراط يتم البحث على صيغة ثالثة ترضي جميع الأطراف، فيما لم يحسم بعد ما إذا كان الرئيس الحريري سيترأس الحكومة الجديدة أم لا. ولفتت المصادر إلى أن هناك وجهتين نظر. تقول إحداها إنه في حال رأس الخيار على حكومة التكنوقراط فإن وزراء هذه الحكومة لا تتم تسميتهم من الأحزاب باعتبار أنهم يحملون هذه الصفة، وأخرى تتحدث عن تسمية الأحزاب لهم. أما إذا كانت مطعمة أي تكنو سياسية فيعود الخيار إلى السياسيين ويترك شق التكنوقراط. وفي ظل استمرار التحركات في الشارع وإن اختلف الشكل فإن هذا الموضوع يشكل محور متابعة الرئيس عون، غير أن المصادر وإذ تحدثت عن أحقية المطالب التي يرفعها الطلاب تخوفت من دس عناصر في التحركات الطلابية تحرف المسيرات إلى أماكن أخرى. الرئيس بري تابع التطورات السياسية والمالية من أجل إيجاد حلول سريعة. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتابع اتصالاته ولقاءاته السياسية والأمنية والمالية لإيجاد حل سريع للأزمة الراهنة مع إصراره على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. مصادر مطلعة أكدت أن الرئيس بري وفي اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري أكد له أنه يجب عليه البقاء مع الجميع في تحمل المسؤولية لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا وماليا.
من جهة ثانية، دعا الرئيس بري إلى جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 1 ظهرا بعد جلسة انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب واللجان النيابية، وعلى جدول أعمالها اقتراح قانون لإنشاء محكمة للجرائم المالية وآخر لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، واقتراح قانون يتعلق بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية نظام الشيخوخة. وكان الرئيس بري قد التقى رئيس جمعية مصارف لبنان سليم الصفير للمرة الثانية في خلال أسبوع للبحث بعدد من النقاط والقوانين للخروج من الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد. الصفير وفي بيان له أوضح ما تم بحثه مع رئيس المجلس، وبأنه سبق للرئيس بري أن أعلن ثورة تشريعية لإصلاح وتطوير بعض القوانين المزمنة وطرح قوانين جديدة لطمأنة الناس كما المجتمع الدولي إلى جدية لبنان في سلوك درب الإصلاح الاقتصادي. وأضاف: نحن لطالما دعونا إلى مثل هذه الإصلاحات، كما الحاجة إلى تحديث قوانيننا لتسهيل آليات تشجيع الأعمال واجتذاب الاستثمارات. قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له عبر تويتر إنه في خضم انتهاك الدستور وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وفي ذروة الحراك الشعبي يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد. يرافق ذلك تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة. كفى هذا الترف والعبث، أنا الأوان للخروج، أما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غدا. وعلى صعيد آخر، تشاور جنبلاط مع شهيب مؤكدا أنه تماشيا مع حركة الاعتراض الشعبية والطلابية من غير الملائم معارضة إدارة أو إرادة الطلاب. وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب شرح خلال مؤتمر صحفي قضية 9 مليون دولار، مشددا على أنه تحت سقف القانون، وكان دعا الطلاب إلى العودة إلى المدارس والتظاهر بفترة بعد الظهر. أشار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة التربية إلى أن عملية تصرف الأموال التي تصل إلى الوزارة عبر الدول المانحة والمخصصة لتعليم النازحين تخضع لآلية محددة سلفا من اليونيسف والتدقيق من جانب شركة دولية مستقلة لمنع استخدام الأموال في غير ما هي مخصصة له، مؤكدا أنه توجه بكتاب إلى التفتيش المركزي لوضع يده على ملف 9 مليون دولار الذي تم ذكره في الإعلام وتبيان الحقيقة، واضعا نفسه بتصرف التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك. دورنا في الوزارة محصور برفع أسماء الأساتذة المستعان بهم، ويتم توقيع العقود بين اليونيسف والمستعان بهم، ويتم دفع المستحقات المالية للأساتذة من قبل الجهات المانحة بإشراف اليونيسف وبمتابعة من مدقق دولي معترف به خارجي لا علاقة للوزارة به، وهكذا في كل الأعمال والدفعات مع الجهات المانحة. وبالتالي أن الحديث عن هدر بالأموال في هذا الملف في الوزارة هو في غير مكانه الصحيح. 9 مليون دولار مش ضايعين بالوزارة، مبين مثل ما قلت اللي طريقة يعني الكتاب الذي أتانا من اليونيسف، والذي يؤكد بعد اجتماعنا اليوم، هذا بتاريخ 4/11، بيقول بعد اجتماعنا اليوم لمناقشة النقص في تأمين التمويل بقيمة 8.658 مليون دولار أمريكي عن العام الدراسي 2018-2019، نود أن نعلمكم أنه بعد التزام مالي جديد من قبل جهة مانحة، أي لمناقشة النقص في تأمين الأموال. بالتالي يعني ما أكرم شهيب يعني 9 مليون دولار والله كبير علي، مش أكرم شهيب هيدا. وعن التحركات الطلابية، ناشد شهيب الطلاب العودة إلى المدارس والتظاهر في فترة بعد الظهر، وهذا حق مكتسب لهم. هؤلاء خميرة المستقبل، هؤلاء خميرة هذا الوطن، هؤلاء من سيتولى المسؤولية بعد 20 أو 15 سنة في البلد، حقهم بالتعبير عن رأيهم، لأن قسم منهم كتير لما يسأل عن قسط بين بينهم معيش مصاري، وقسم منهم أكبر بيجوا على المدرسة في أولاد عم بيجوا يا أخوان معه لقمة خبزة وحاطت فيها خسي، هذا الوضع وصلنا له. هي عملية تراكمية. اليوم هذول الأولاد شو ما حكوا لهم حق، وهودي أبرياء أبرياء أبرياء، لكن أنا عم بقول حتى ما يضيع علينا العام الدراسي نعمل تظاهرات من الساعة 2 للساعة 5 عشية كل يوم، لكن
خذوا المواد الاوليه صباحا حتى لا يضيع العمل الدراسي، خاصه جامعات برا ما بتنطر بكره الترمينال على الطريق. أحييكم من جديد. في بعبدة تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تطورات مع النائب جميل السيد، كما التقى الوزير السابق كريم بقردوني والوزير السابق جون لوي قرضاحي. المدير العام للجمارك بدري ظاهر رأى اليوم أن الجمارك تساوي الشفافية وليس الفساد، ودعا في مؤتمر صحفي كل من يتهم الجمارك بالفساد إلى إبراز الدليل وتقديم الإثبات، مشددا على أنه لا يمكن القيام بمزاد علني وهمي، ولا سيما أن المزاد العلني ليس ترفا بل يجنب لبنان خسارة ملايين الدولارات. ثلاث دعاوى مدعي على الشخص يلي عم يطلع على التلفزيون واللي عم بيشهر هذا الشخص، كل ما يطلع عم بدعي له ثلاث دعاوى بالقضاء، اثنين واحدة بالنيابة العامة بجبل لبنان، واحدة بالنيابة العامة بيروت، واحدة بالنيابة العامة التمييزية، هلأ موجودين بالقضاء، وهلأ في واحدة جديدة عم تتحضر. عم بعمل كتاب صريح وواضح يحو يمكن اليوم أمضي جانب هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، مش بنسمح على طول تبييض أموال وسرقة ونصب وعندهم كتير مصاري، في حدا ما بيسمعها هيدي؟ كلنا بنسمعها. مش هيك عم بعمل هلأ كتاب لهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، عم قل له في آخر شيء، نتقدم من هيئتكم الكريمة بكتابنا هذا للتفضل بإجراء التحقيقات اللازمة في حسابات جميع موظفي الجمارك من السلكين الإداري والعسكري والضباط والعناصر، وطبيعة العمليات المجراة فيها ومصادرها والتي قد تخفي. أنا ما بتهم حدا، بقول في احتمال مثل ما أنت عم تقولي مرتبط بال قد تخفي جرائم تبييض اموال وفقا لاحكام القانون. هيدا هو اللي عم قوله لهيئه، في شفافيه اكثر من هيك؟ تظاهر عدد من الاشخاص امام شركه الكهرباء في الجميزي، وقرع البعض على التناجر احتجاجا على انقطاع الكهرباء، واضيف الى ذلك تظاهر بالشموع امام المؤسسه المذكوره. الطلاب في العاصمة خرجوا من الشوارع في مسيرات منددة بالطبقة السياسية. لليوم 22 على التوالي يواصل لبنان انتفاضته الاحتجاجية على سوء الأداء السياسي في السنوات الماضية ورفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. المشهد اليوم استمر تحت عنوان ثورة الطلاب الذين تمردوا على إداراتهم، فخرجوا في شوارع بيروت بمسيرات منددة بالطبقة السياسية، من شارع سبيرز الذي غص بالطلاب المحتجين وصولا إلى الحمرة، حيث جابت المسيرات الشارع الرئيسي مرورا بشارعي تلج الخياط وفردان وغيرهما. اليوم نزلت لطالب بحقوقي، مش مطالب، هيدا حقي أنا، إنه بس أتخرج اشتغل ببلدي، مش روح اشتغل برا، او بس اتخرج من مدرستي فتش على اختصاصي، ما روح اتفتش بجامعات برا باخر الدنيا، كون انا يعني جامعتي هون، يعني الاشياء مأمنتلي. الطلاب نفذوا اعتصاما امام وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تجمعوا من مختلف المدارس، وقد عمدوا الى اغلاق الطريق بشكل كامل ليتم تحويل السير الى مسارف فرعية وسط انتشار امني. وقد رفع الطلاب الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة باستحداث مدارس رسمية، كما بارتفاع أقساط المدارس الخاصة. كذلك حاول عدد من الطلاب الدخول عنوة إلى مبنى وزارة التربية، لكن القوى الأمنية تصدت لهم. وبعدها انطلق الطلاب إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت لاستكمال التحركات الاحتجاجية. وفي مختلف المناطق اللبنانية تظاهرات طلابية جابت الشوارع منددة بسياسة الفساد والحرمان.
في إطار خطواتهم التصعيدية أغلق المتظاهرون عددا من المؤسسات والمرافق العامة، فقد عمد المعتصمون على تسكير معمل الزوق، وحصل أيضا إشكال أمام مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة مرم خيل النهر، وأمام ديوان المحاسبة في وسط العاصمة تجمع عدد من المتظاهرين مطالبين بتفعيل عمل الرقابة وأجهزة الرقابة ومحاسبة الفاسدين، كما اعتصموا لبعض الوقت أمام مدخل المجلس النيابي. وفي الجديدة نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل. في طرابلس عمد عدد من المتظاهرين إلى الاعتصام أمام المصارف والمرافق العامة، وطالبوا الموظفين بترك مكاتبهم والالتحاق بهم وإقفال الأبواب، لا سيما مصرف لبنان، شركة قديشة، مصلحة مياه لبنان الشمالي، سنترال الميناء، مؤسسة كهرباء لبنان، الدائرة التربوية، وعدد كبير من المصارف. أما في صيدا فنظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مدخل سراي صيدا الحكومي، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان. نعتذر على هذا الخطأ التقني، فكنا مع التقرير عن أغلاق المرافق والمؤسسات العامة. عودة إلى التظاهرات الطلابية التي جابت الشوارع ونددت بسياسة الفساد والهربان. لليوم الثاني تخرج مسيرات طلابية من المدارس والجامعات تجوب الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية. ففي طرابلس خرج طلاب المدينة إلى الشوارع رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات التي تطالب بالإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهتفوا لمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. وفي بعلبك نظم طلاب المدارس الرسمية للبنات مسيرة احتجاجية انطلقت مع بدء الدوام الرسمي رافعين الأعلام اللبنانية وشعارات بمحاكمة المعتدين على المال العام. بدورهم نظم طلاب معهد الأبرار في بعلبك مسيرة انطلقت من المعهد باتجاه أوجيرو، حيث نفذوا اعتصاما أمام المبنى. كذلك نظم تلامذة الجامعة اللبنانية في الخيارة وقفة احتجاجية تأييدا للحراك. وفي عرسال ترك طلاب المدارس الرسمية المقاعد الدراسية وانطلقوا في مسيرة جابت شوارع البلدة وصولا إلى ساحة الجمارك وسط البلدة رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات نددت بسياسة الفساد والحرمان. وفي صيدا انطلقت تظاهرات طلابية من مستديرة إيليا باتجاه ساحة النجم وصولا إلى عدد من مباني المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمصارف. الطلاب وقفوا لفترة أمام المرافق العامة ووجهوا صرخة غضب وهتافات ضد رموز السلطة وحاكم مصرف لبنان المركزي. وكان عدد من الطلاب قبل تنظيم تلك المسيرات أقفلوا أبواب المدارس والجامعات في المدينة ومنع دخول الطلاب إليها. وفي عكار احتشد طلاب المدارس في ساحات القرى والبلدات في عدد من بلدات عكار ومنها البيري والقبيات وعكار العتيقة وغيرها. وفي إقليم الخروب انطلق طلاب المدارس في مسيرة طلابية حيث تجمعوا أمام ثانوية عانوت الرسمية باتجاه بلدة شحين، وشارك في المسيرة عدد من المدارس في المنطقة، وردد الطلاب والشعارات والهتافات رافعين الأعلام اللبنانية مطالبين بحقوقهم. وفي صور قام عدد من الطلاب بمسيرة راجلة من أمام جامعة الـIU للمطالبة بحقوقهم، وحملوا لافتات كتب عليها عبارات منددة بعمل السلطة السياسية. وفي حاصبي اعتصم التلامذة وتوقفوا عن الدراسة من أجل المطالبة بحقوقهم، وأكدوا استمرارهم في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم. ظاهرة قرع التناجر عادت إلى بيروت لطرد الفساد بعدما قرعت منذ 103 سنوات حين اجتاح الجراد المدينة وتسبب بالمجاعة. بعد قرع أجراس الكنائس في بداية الحراك الشعبي والسلسلة البشرية وغيرها من الوسائل التي استخدمت للتعبير عن الرأي، طريقة جديدة ابتكرها الحراك فتوسل قرع التناجر ليحدث بذلك ضجيجا على صرخة الجوع والبطالة تصل أسرع إلى مسامع المسؤولين. ولكن في حقيقة الأمر هذه الظاهرة ليست بمبتكرة، فعمرها تاريخيا قديم واعتمدت في محطات السلم والحرب. أما في لبنان فآخر مرة قرعت التناجر كانت في العام 1916، أي منذ 103 سنوات، حين اجتاحت المجاعة البلاد بسبب موجة الجراد. واليوم اعتمدها المتظاهرون لطرد الفساد والمطالبة بحقوقهم، فصبحت الأصوات في مدن لبنانية عدة من الشمال إلى الجنوب.
علميا هناك دراسات تشير إلى أن هذه التقنية هدفها رفع نسبة الأدرينالين عند السامعين لإخراجهم عن طورهم ودفعهم لارتكاب أفعال عنيفة تحت تأثير هذه المادة. هذه الظاهرة أيضا انقسم حولها اللبنانيون، فالبعض مارسها والبعض الآخر انتقدها على اعتبار أن الشعب اللبناني يرى نفسه متطورا ومثقفا، فلا يليق به اللجوء إلى مثل هذه التصرفات. في إطار اللقاءات الجارية، أعلن عن لقاء جمع الرئيس الحريري والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله حسين الخليل في أول تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الحريري بعد تقديم الحريري استقالة الحكومة. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور الطيش تعميما طلب فيه من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرا في عمليات تسعير السلع، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية. في تأكيد على محاربة الفساد والوقوف في وجه الجوع والبطالة وضرورة إعطاء الأولوية للمطالب المعيشية، مواقف أطلقها كل من نقيب الصحافة ورئيس المجلس الوطني للإعلام في مؤتمر صحفي للوقوف على أهمية الحراك ومطالبه المحقة. بدنا محاسبة مين ما كان يكون، ما في حدا لازم يكون فيه تحت رأسه أي خيمة، لا خيمة طائفية ولا خيمة زعامة ولا خيمة سلاح ولا أي خيمة. لا شك أن الجوع وحد الناس، فبالتالي إعطاء الأولوية للمطالب الاجتماعية وصرف النظر عن بعض المطالب السياسية التي تؤدي إلى أن تكون مصدر خلاف في الداخل اللبناني. دعا مجلس نقابة محرري الصحافة إلى الإسراع في تأليف الحكومة لتدارك الانهيار الذي يهدد البلاد، مؤكدا وجوب تحقيق استقلالية القضاء عبر قوانين واضحة تمكنه من متابعة الملفات المطروحة من دون أي تدخلات سياسية. وتم بحث الاعتداءات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين والمصورين الذين كانوا يتولون تغطية الحراك الشعبي. تداول بعض وسائل الإعلام خبرا منسوبا إلى مصدر عسكري يتعلق بتحقيقات تجريها القوى الأمنية على خلفيات التظاهرات الطلاب ومن يقف وراءها قيادة الجيش، وفي بيان لها نفت هذا الخبر ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بها. إلى أخبارنا الدولية، قرار أمني باعتقال كل من يقطع الطرقات في العراق واستئناف العمليات في ميناء أم القصر بعد إغلاقه. قرار باعتقال من يقطع الطرق أصدرته السلطات العراقية بعد اجتماع مع القيادات الأمنية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحضور لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ووزيري الدفاع والداخلية. أولى بوادر تنفيذ القرارات الأمنية بدأت بتفريق المحتجين عند جسر الشهداء، ما أسفر عن مقتل 4 محتجين وإصابة أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد، بعدما استخدمت القوات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المحتجين. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أعلن أن أوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا واعتقال من وصفهم بالمخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء. وكانت القوات المسلحة قد أكدت وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مشددة على حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف. كما أعلن خلف في مؤتمر صحفي عدم السماح بقطع الجسور لكونها ممرا حيويا للسكان، مطالبا أيضا بعدم الاقتراب من القواعد العسكرية. وبعد القرار الأمني استؤنفت العمليات في ميناء ومصفات نفطية في جنوب العراق بحسب ما أعلن مسؤولون في الميناء، وذلك بعد أن كان المحتجون المناهضون للحكومة أغلقوا على مدى أيام الطرق المؤدية لميناء أم القصر للبضائع، ما أدى لتوقف العمليات لأكثر من أسبوع. وذكرت مصادر أن المحتجين رحلوا عن الميناء لكنها لم تحدد سبب ذلك أو كيفيته. وفي سياق متصل ذكرت الأمم المتحدة أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين، ودعت الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة، مجددة مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة والمتظاهرين.
ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 150 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 61499، مبروك للرابحين. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.